أهلا بحضراتكم في تغطية جديدة. يمكن أقل من شهر يفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة. يعني ولما بنتكلم عن امتحانات الثانوية العامة أكيد بنفكر على طول في الغش والطلاب اللي دايما بيتكلموا عن عدم تساوي الفرص بينهم وبين زملائهم لو حصل غش في بعض اللجان. بالتأكيد ان كل عام وزارة التربية والتعليم بتقدم ضوابط للحفاظ على انضباط اللجان ومنع الغش وتوفير فرص متكافئة بين الطلاب بأكبر قدر ممكن أثناء أدائهم للامتحان، ولكن هذا العام يبدو أن الأمر هيكون مختلف وعلى قدر أكبر من الاهتمام بهذا الأمر من جانب الوزارة. ببساطة، اللي هيغش السنة دي في امتحانات الثانوية العامة هيحصل له إيه؟ يا ترى هيواجه عقوبات شكلها إيه؟ ده اللي هنستعرضه مع حضراتكم في هذه التغطية. أكدت وزارة التربية والتعليم أنها وضعت خطة محكمة للتصدي لمحاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة، واللي هتنفذها من خلال عدة وسائل فنية هتكون متوزعة داخل كراسة الأسئلة والإجابات، زي مثلا أكواد الجلسة الامتحانية، ده بالإضافة طبعا لفريق مكافحة الغش داخل غرفة العمليات، وأيضا علامات داخل كراسة الامتحان. كمان شددت الوزارة على أن جهاز التابلت اللي هيدخل به الطالب لجنة الامتحان هيكون غير متصل بالإنترنت. طيب، أما لو انتقلنا بقى مع حضراتكم للحديث عن الوضع داخل اللجان الامتحانية، هنلاقي أن الوزارة شددت على أن هناك بعض اللجان سيتم متابعتها بكاميرات مراقبة، بالإضافة لتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخولهم لجنة الامتحان. كمان أشارت الوزارة أنه هيتم زيادة عدد أفراد الأمن الإداري داخل اللجان، وأوضحت أن خطة مكافحة الغش ستطبق مثل السنوات الماضية، بل سيتم زيادة بعض الإجراءات الأخرى التي تضمن ضبط اللجان. وقالت من يعتقد من الطلاب أن طريقة الغش في البابل شيت ستكون سهلة هو يخدع نفسه وسيواجه الحقيقة وسيعرف مستواه بالضبط، وهناك عقوبات صارمة أقرها قانون مكافحة الغش. طيب، دي الضوابط اللي طبعا هتطبقها الوزارة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام. طيب، ايه اللي ممكن يحصل للطالب اللي هيحاول يغش؟ ايه هتكون العقوبة؟ حذرت الوزارة من الغش في امتحانات الثانوية العامة، وقالت بشكل واضح الغش عواقبه وخيمة، وقالت يصل العقاب إلى الحبس والغرامة، وأي نوع من التحايل مثل تهكير الأجهزة وغيرها سيكون عقابه شديد جدا جدا، وأن الوزارة تتعامل بشكل فوري مع الغش الإلكتروني، وأنه هيتم تحرير محضر للطالب الغشاش ويحال إلى الشؤون القانونية ويتم تطبيق العقوبات عليه التي نص عليها القانون. كمان ضروري نحذر طلاب الثانوية العامة من حيازة موبايل داخل اللجنة، لأن الوزارة قالت إن عقوبة حيازة التليفون المحمول دون استخدامه الحرمان من المادة التي يؤدي فيها الامتحان، وأوضحت أنه يعاقب على الشروع في الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 50,000 جنيه، وقتها للأسف يحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال اللي ستخل بأعمال الامتحانات من أداء الامتحانات في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من نفس العام، ويعتبر راسبا في جميع المواد. طيب، نروح لموضوع ممكن بنلاقيه منتشر شوية أثناء امتحانات الثانوية العامة، وهو أن الطالب يصور الأسئلة ويشاركها على صفحات التواصل الاجتماعي. الحقيقة أن نص القانون صريح في هذه الجزئية، وقالت وزارة التعليم أنه يحكم بالحبس مدة لا تقل عن 2 سنين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.
أخيرا قالت الوزارة إن الطالب الذي يستخدم تليفون محمول في الغش يحرم عامين من الامتحانات، وشددت على أنه لا تهاون مع أي حالة يتم إثبات ارتكابها مخالفة أثناء عقد الامتحانات، وده طبعا لأن الوزارة تريد امتحانات نزيهة وشفافة خالية من الغش لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. بتمنى التوفيق لكل طلاب الثانوية العامة السنة دي إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وبكده تنتهي تغطيتنا. شكرا لحضراتكم على المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى من تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.